بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تاريخ 31/7/2019 مع الشبيبة الله يحفظهم معاذ وأنس خالد ويوسف. وين رايحين يا الشبيبة؟ ملعب باير. ملعب شنو؟ أليانز أرينا. أليانز أرينا بايرن ميونخ. طبعا احنا حاجزين آخر يومين بالرحلة من ميونخ وبعدها ان شاء الله نطلع للكويت. فتفاجأ امس ان في كاس عاملته شركة اودي يسمونه اودي كاب، والاربع فرق في الكاس هذا ريال مدريد وبايرن ميونخ وتوتنهام وفنربخشة التركي. المباراة الاولى لعب توتنهام مع ريال مدريد، فاز توتنهام 1-0. المباراة كذلك الأولى من ناحية بايرن ميونخ لعب مع فنربخشة وفاز 6-1. اليوم يعتبر النهائي اللي هو الفائز مع الفائز وكذلك الخسران مع الخسران، فراح نحضر إن شاء الله مباراتين بإذن الله. المباراة الأولى راح تكون بايرن ميونخ، المباراة الأولى راح تكون ريال مدريد. ما شاء الله شوف حقول الذرة. ريال مدريد مع فنربخشة، ومنها نشوف هازارد لأن ما شفناه قبل هالمرة. أنا شفته مع تشيلسي قبل. ونشوف إن شاء الله بعد يلا سهل بايرن ميونخ مع توتنهام، ومنها نشوف لاعبين توتنهام. من تبي تشوفون مع توتنهام يا شباب؟ أريكسون وهاري كين وهذا أبو معاذ والصيني بعد سونج سونج كور عفوا كور السونج.